مرحبا. وبيك عايش؟ لاباس خويا؟ الحمد لله. وقفناك تجري، كنت تختلوش في النقل. من الستة متاع الصباح نجري، مش من توا، من الستة متاع الصباح نجري على مشكلة اللي عملتها ايدي إلى ساقي. معناها يمشي شكون يعدي الحبس باسمي في دولة عبارة مازلنا ما نعرفش أنا. تصيرش حتى في كمبوديا. ما فيش هذا الحبس. اي اي هو واحد عدى حبس باسمي، أنا سايق سيارة أجرة، مشيت أخوتي باش طلع بطاقة على ثلاثة. ثلاث شوية شهرين يا بلدي شفم يا ولادي يهديكم. قال لي عندك حبس في قرنبالية. وين قرنبالية؟ عمري ما دخلت لها كان اليوم. كيفاش عندي حبس في قرنبالية؟ تبعت الحكاية، فما شكون عدى حبس باسمي. نحن في 2000 وقديه تو 24 نعرفوا لي شي يحرقوا يحرقوا 2024 2024 يدخل شكون يعدي لك حبس باسمك في بلاد وضع ارهاب والدنيا مدعوكه، ويدخل واحد الحبس ويتعدى على وزاره العدل ويتعدى على وزاره الداخليه ويدخل ويخرج ومش هنا مش هنا. احنا كناش نحكي معاك موضوع اخر فاجاتنا بالموضوع. مش تمشي لقرنبالية انت بالسته بتاع الصباح تو روحت يعني. واشترثني على ساق، اقسم بالله على ساق. فاجاتني انا، فاجاتني بالقضيه بالاسم الثلاثي، معناها بالاسم مستغربوش هيك. هو قضيه وقتاش اكتشفتها؟ اكتشفتها توا، مشيت طلع بطاقه قعدت ثلاثه بصغار انا باش نشوف اموري. مشيت قدمت نعرف روحي، نهار وقوف ما عنديش في حياتي انا، نهار وقوف ما عنديش انا، ما نعملش مشاكل باش ما يصيرليش الشيء هذايا. وعايش في بيئه ربي يعلم بها، ولد جبل الاحمر بو صغار وبو عائله. معناها انا تصورني توا عندي اكثر من جمعه، امشي ويجا وامشي ويجا وامشي ويجا. والدوسي صبيته نهار الجمعه، قالت لي جا نهار اثنين الصباح تتلقاه. نمشي خوك اليوم الصباح، لا ارجع غدوه. تعدت باسمك بقصد باسم ثلاثي؟ اسمي اي اي اسمي وبنور وبطاقه تعريف نتاعي. يا اخي مش صعيبه راهي اختي. كيفاش تصير حاجه؟ في واحد يعرف اسمك الثلاثي تو يمشي يطلع لك مضمون ويمشي السيركي اللي بيه. انا مشكله خويا، انت خويا انت توا ما نعرفش واحد جدوه عامل مشكله بالمنطق وبالمعقول. قال لك انا فلان الفلاني صدق الله العظيم. انت يا معلم خويا انا ما نسالوش، ما عندكش شويه ثقه؟ ما نسالك الجمله، اعطيني خويا بصمتك تنخرج لك دنيتك الكل. شنو السلام عليكم؟ راني فلان الفلاني جاي ابو عياد. خلو يخرج معنا الحابس عادي عادي. قداش تحكمل يا اللي انت حلسي؟ شهر ونص وانا نمشي الحمامات باش نخرج الحكم. تي نورمالمون انتم تعيطوا لي تقولوا لي سامحنا. اكيد انا نجري ونجري نتاع شنيا نتاع غلطه انتم عملتها؟ نتاع غلطه ابسط شيء انتم عملتوها معناها كلكم، معناها بوزارة الداخلية بوزارة العدل كنتم غلطتكم انتم. مش تهم في حد انا، الله اعلم شكون عمل. اعترفوا لي هما غلطين ولا ما اعترفوش؟ ليه برا اجري انت يعترفوا شنيا يا معلم؟ برا الها ذنتي وبرا اعمل محامي ولا برا مشيت محامي قال لي زوز ملايين. منين زوز ملايين؟ زوز ملايين على شنيا؟ مش نتفاهم على حاجه ما عملتهاش. بالك اللي انت الكام تاعك انت صارت فماش مواطن اخر حكينا نفس الحكايه. انت ما تسيرش المفروض ما تسيرش في بلاد مينيموم مش تحترم روحها، ما نوصلوش تحترم روحها. المينيموم يعيشوا فيها زوايل مش عباد ما تسيرش. قداش عندك تجري؟ اقسم بالله اقسم بالله القضيه من 2016 وانا ما في باليش. هو عدى الحبس وقت عدى الحبس وخرج وما عادش نعرف عليه حتى شيء. انا اصلا شكون هو؟ قد يكون من اقارب قريب لك. اي اكيد انا شاك في شكون وجبت اسمه وانا هزيته لهم. والله والله يا اختي والله العظيم قسم. مش انت مهمتك شو مهمتهم؟ هما يرجعوا للسجن وشكون اللي عمل له؟ شكون حضر بالصوره بالفيديو؟ شو يعرفوا شكون؟ في العادي في العادي انا كي مشيت لوزاره الداخليه مستفسر على البطاقه عدد ثلاثه وقلت لك راني خاتيني. انت تعمل خويا جرائم مش انا مش انا خاتي انا انا عابد عادي انا ما نعرفش انا ما نعرفش. ايش اخويا خاتيك انتم تثبتوا تتراسلوا وزاره العدل تمشوا تشوفوا القيس اللي عملوا السيد هذا يقارنوا ببصماتي ببصماته. خويا بالرقعه على روحك تو نحن نخدموا خدمتنا ونعيطوا لك. والمفروض نفترض تعدت عليهم غلطه اليوم بالبصمات يتجبد يتجبد بالبصمات تعرف. يا اخي كيفاش تخلي حابس هو ما يزمو بصمات تو مش تمشي تجبد انت يا بنتي؟ انا باش يوصلني نجبدهم من البصمات وهو قال لك شد في حابس في مرناك والمحكمه في قرنبالية والسنين في الحمام. شنو كنتم ولا يا هو اختي ظاهر ما نعرفش تشويش وحرابس
استنى هذا العريضه نتاع وكيل الجمهوريه، ما تفرج الدوسي يا اختي اللي معاملينه. اصدرت محكمه ناحيه الحمامات عندك هذا انتساب القضاء في الماده الجلسات العموميه 29 افريل 2016 وقت اللي فقت انت. ليه ما فقتش؟ انا ما نستعمل بطاقه عدد ثلاثه كان كي نجي نبدل البادج. اسمك موجود بالكامل والمتهمين وحالتك النيابه العموميه. سير هذه ممكن تمشي البلديه طلع مضمون تعطي 10000 يعطوك مضمون حتى كي تكون ماكش انت. فهمت كيفاش؟ احنا اي واحد يمشي كثلاثي عادي صاحبك ولا اي واحد من العائله ولا مش تعرف اسمه الثلاثي ما فيه شيء ولا تاريخ ميلاده، انت تبدا حاتهم في الفيسبوك ولا تبدا. صار معك يسمى فضيحه هذا، فضيحه الدوله. فضيحه؟ والله ما يسمى فضيحه بالتفسير يعني ما يمكن ما حد يمكن مصطلح اللي فما مش زي ما تخلقش بس توصف به اللي صار. صرفت اليوم باش صرفت اليوم انا عندي شهر نجري اليوم شنيا اليوم؟ اليوم على شنيا؟ مشيت باش نعمل استشاره عند محامي قال لي زوز ملايين. زوز ملايين تاع شنيا؟ تاع شنيا باش ندفع زوز ملايين؟ وفرضنا عندي زوز ملايين مش نمشي ندفعهم على حاجه انا ما عملتهاش. انا ما عملتهاش نمشي ندفعهم. يا ولدي خاتيني مشيت لهم خاتيني وكان نطلع انا عامل حكموا علي 10 سنين اخرين. ثبتوا انا ما نعرفش انا ما نعرفش انا ما نعملش المشاكل مش ما نحلش بالريق هذايا. عايش في منطقة اختي راهو جبل الاحمر، تعرف تخرج منها سلامات اش معناها؟ تخرج منها نظيف ما عندك حتى نهار وقوف اش معناها؟ نجي انا في عمري هذا تخدم 50 سنة سايق سيارة أجرة وصانع. صانع وسحقت. على الخدمة توا انا على بطاقة عدد ثلاثة. واضح؟ فاهم أنت؟ وشنو هي لغة بطاقة عدد ثلاثة هذي؟ شنو هي حكاية بطاقة عدد ثلاثة؟ خويا عدى حبس وكمل هو وخرج. علاش قلق فيه انت بيتك يا خويا؟ ما انت حاجتك به يكون نظيف. هو خلص 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 جيب لي ورقه اللي انت ماكش ريشيرشيز ساعة وبر يخدم على روحك. كنهرت اللي تعملتها وشدوك خبش حتى وزير انت ولا مش حتى تبع في سائق تاكسي اجره وتبع في اللي عنده نصب وتبع في الريق البارد. لك انت ما عندكش حد شنيا هي اصلا هي كمفهوم عام تاع شنيا تاع جس عاملينها مقيده الحقوق الانسانيه عاملينها مش يقلقونا كهو خليش عاملينها ومش يقلقوا العباد مش تقعد ماشي جاي علي وتتلاس تعطي الراس وتجعل لهذا ولهذا ولهذا هذاك علاش عاملين؟ انا سايق سيرت اجري مش نتوم مش نقول بالله اي واحد متعرض للاخطاء انا ما عنديش نهار حابس نحكي لكم جنرال اي واحد متعرض للحابس لازم نهار باش يغلط لازم نهار باش يعمل مشكله ساري توقف حياته سيئة وفات حياه. انت توا خلينا نرجع لموضوعك خاطر مهم وعلى الاخر شنو قالوا لك بالضبط؟ شنو قالوا لك بالضبط؟ فقط لانك باش تخرج البترو نتاعك. سمع لي اليوم ويجا غد ويجا غد. واني مروح ومش نرجع غد. والله اعلم غد واش. ضبطش منهم انهم يرجعوا للسجل للشخص اللي كان مسجون الطبيعي والمؤكد عندهم السجل نتاع انت. اجراءات واش معناها؟ هاك برا. هما يعني. هما يعملوا. تقعد شهرين ثلاثة مش يطلعوا. شوف يوافقوا لك شوف ليه راه. خفي بالهم عم بالك بيك عم بالهم بيك شايف هذه شناهي هذه المشكله يا ولدي تحسوا مشكلتك انت مانيش مدخلنا نحن ما تحكي لي بالحكايه هذه مش مدخلنا شكرا لك.